سوف أعرض لكم اليوم أغرب المشاهد التي تم تصويرها لكلب الكنجال وهو يتصارع مع الذئب من أجل حماية قطيع الأغنام التي يحرسها، وكيف استمات ذلك الكلب في الدفاع عنها. فعلى الرغم من أن الذئب حيوان قوي ويعتبر صيادا ماكرا وأكثر حيلة من الكلاب، ألا إن كلب الكنجال القوي يمكنه الوقوف في وجه ذلك الحيوان الشرس وإرغامه على أن يعود إلى أدراجه وهو يجر خلفه أذيال الخيبة. وكما هو معروف أنه من النادر أن تتراجع الذئاب وتترك فريستها، خاصة وأن هذه الحيوانات غالبا ما تهاجم وهي في مجموعات، ولهذا تكون في موقف قوة وتنتصر على خصومها. وعلى الرغم من أن أغلب الكلاب تهرب عندما تشاهد ذئبا يقترب منها، ألا أن كلب الكنجال الكبير والشرس لا يتردد أبدا في مواجهة الذئاب، بل يستطيع أن ينشر الذعر بين قطيع الذئاب ويطردهم دفاعا عن صاحبه. تتدرب الذئاب وباقي الحيوانات المفترسة في البرية على مدار الساعة كي تتمكن من صيد الفرائس التي تتغذى عليها، لأنها ستهلك حتما إذا لم تصطاد، ولذلك يتوجب عليهم دائما الركض طوال اليوم والبحث عن الفرائس، وفي نفس الوقت حماية أنفسهم من الحيوانات الأخرى المفترسة التي قد تهاجمها في أي لحظة. كل هذا يكسب الحيوانات المفترسة وصغارها شجاعة وخبرة أثناء الصيد. وفي المقابل يجب على الكلاب أن تخضع لتدريب جيد لكي تواجه هذه الوحوش التي تستهدف في الغالب المواشي التي تحرسها. فالتغلب على الحيوانات المفترسة ليس بالأمر الهين، بل يتطلب من الكلب التدرب منذ سن مبكر واكتساب القوة والخفة والشراسة الكافية للوقوف بالند أمام هذه الحيوانات القوية الآكلة للحوم. فهذه الأخيرة تخوض العديد من المعارك يوميا، سواء ضد فرائسها أثناء عملية الصيد أو ضد بعضها البعض من أجل بسط السيطرة. لهذا تكون دائما في لياقة جيدة ومستعدة للقتال. ورغم كل هذا تقف الكلاب دائما في وجه هذه الوحوش وتدافع عن الإنسان منها. فالإنسان يستعمل هذه الكلاب الشجاعة من أجل حماية نفسه وممتلكاته من الحيوانات المفترسة أو من أجل استخدامها في الصيد. وفي كلتا الحالتين لا تخذله هذه الكلاب أبدا. وكلب الكنجال هو كلب حراسة في المقام الأول ويمتلك مزاج وشخصية مناسبة لهذه المهمة، فهو يكون دائما في حالة تأهب واستعداد للدفاع عن الحيوانات الأليفة أو العائلة البشرية التي يرتبط بها. يتمتع بالقوة والسرعة والشجاعة لاعتراض ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها قطعان الأغنام والماعز التي يحرسها، وله القدرة على إخافة الحيوانات المفترسة بثباته وجراءته، وذلك لأنه سريع وذكي ورشيق ويتميز بعضة قوية ونباح قوي للتهديد، مما يضمن تراجع المتسللين بسهولة، ويمكنه الاشتباك معها جسديا ومهاجمتها إذا لزم الأمر. دعونا الآن نتكلم عن الفيديو الخاص بنا اليوم، والذي تظهر فيه هذه الأغنام وهي مجتمعة داخل الحيز الذي تقيم فيه، لكن فجأة بدأت تتحرك كلها في اتجاه واحد لأنها على ما يبدو شعرت بالخطر. فقد جاء ذئب شرس ليحاول خطف أحد الأغنام، لكن كلب الكنجال جاء مسرعا وبقي قريبا من القطيع. وبعد لحظات ظهر الذئب وهو يتجه نحو قطيع الأغنام بأقصى سرعته، لكن الكلب انطلق يجري وأوقفه قبل أن يؤذي أيا منها. لكن الذئب حاول مهاجمة الكلب وإخافته وإبعاده عن طريقه، واشتبك الكلب مع الذئب وظل يتصارع، وكانت المعركة ضارية جدا حتى انتفض الكلب وأخرج الأسد الذي بداخله، وانقض على الذئب قابضا على رقبته بفكيه الحدين وطرحه أرضا، وانقلبت موازين المعركة لصالح الكلب، وأخذ يهز الذئب هزا شديدا من رقبته حتى بدت تخور قوى الذئب شيئا فشيئا. وكلما شعر الكلب أن الذئب أوشك على الهلاك فيزيد من قبضته عليه بفكيه ويهزه بقوة وعنف أكثر وأكثر، ولم يتركه حتى أرداه قتيلا وأنقذ الأغنام من ذلك الذئب الجائع.
فكلب الكنجال لم يتردد أبدا في مواجهة الحيوان الشرس بمجرد أن رآه يهاجم صاحبه أو القطيع الذي يحرسه، بل ويستميت في الدفاع عنهم. فمن الجيد أن يكون لديك كلب كهذا في منزلك أو في مزرعتك، لأن كل شيء سيكون في مأمن. فالكلب لا يحتاج منك إلا التربية والرعاية، وبعدها سيرد لك الجميل وسيجعلك تفتخر به. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة لرؤية المزيد. إلى اللقاء.